معناتها مشهد حكومي بديل على هذا المشهد. هذه النتيجه اللي وصلنا لها. باهي قلنا 28 جوان انتم مساندين للحكومه، 13 جويليا انتم ضد الحكومه مع اسقاطها. شنو هو اللي تغير؟ تقول لي راهو تقرير تقدم في المصطلحات. احنا مانيش نتحدث على اسقاط الحكومه، لا على تغييرها. الخطا المشكل مش مشكل، المشكل مش يتعلق بالحكومه. الحكومه عندنا فيها شركاء وقاعدين نخدموا مع بعضنا، عندنا خلافات نعالجوها، ولكن احنا نتحدث على وضعيه رئيس الحكومه. وضعية رئيس الحكومة الحالية في تقديرنا مش ممكن تستمر، وهذا صار على ضوء قلت تقدير تقدمت به في مجلس الشورى. شنو هو هالتقرير وشنو مضمونه؟ طبعا هذه ما نجموش احنا ندخلوا في برشا تفاصيل. هذه لا كان خرجت من البرلمان وجات من حزبكم، راهو تم التوانسة الكل عن الحق والاطلاع عليه. التقرير هذا يتقدم، ما حبيناش على نحن لجان تحقيق التقرير هذا يتقدم المجلس الشورى مش للعرض في الاعلام، ولكن التقدير تقرير هذا مش قاعة عمليات مجلس الشورى ومش لجنة تحقيق. هو اجتماع ماهوش سري وماهوش قاعة عمليات، هو مجلس قيادي نتاع حزب مسؤول يدرس معطيات وياخذ قرارات. عندكم تقارير امنيه خاصه بكم؟ لا 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 مش امني، مش امني، المشكل مش امني هو. واحنا ما عندناش تقارير امنيه، ولكن التقرير اللي تقدم وتقدير الموقف اللي قدمه المكتب التنفيذي يقول اللي وضعيه رئيس الحكومه ما تسمحش بالاستمرار في قياده الحكومه وهو في الوضعيه هذه، وتونس بالوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه الصعبه هذه. هذه النتيجه اللي وصلنا لها من خلال المعطيات اللي تقدمت. باش تمدوا به لجنه التحقيق في شبهه تضارب المصالح في البرلمان التقرير هذا، خاطر ظاهر فيه اللي عندكم مش عند الناس الكل. لا احنا المعطيات اللي عندنا هي الموجوده معناتها، ولكن دورنا احنا كحزب سياسي هو ان ناخذ قرار سياسي. فالمعلومات نجم تكون هي نفسها عند الناس كل، ولكن الحزب السياسي النهضه مطالبه باتخاذ موقف، وهذا اللي عملناه بناء على المعطيات اللي توفرت الى حد الان، والموضوع مازال نتابعوا فيه. اللي تغير تقولنا سي عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى النهضه من 28 جوان 13 جويليا تقرير شبه سري، هذا اللي نفهم من كلامك، اللي على ضوءه قررتم عدم مسانده حكومه الفخفاخ. هذا واحد. اثنين قلنا اي اجراء دستوري يسمح للشورى باش انها تكلف رئيسها رئيس الحركه بالقدوم او باطلاق مشاورات لتشكيل حكومه جديده. اللي يسمح لنا باش نطلبوا من رئيس الحركه باش يعمل مشاورات، هو ان احنا مقتنعين اللي الموضوع هذا ما يلزمش يطرح بطريقه المغالبه، يندرى نضغطوا على رئيس الحكومه باش يستقيل، نعملوا سحب ثقه في البرلمان، نجموا نعملوا ما نجموش نعملوا، رئيس الدوله كيفاش باش يتصرف. هذاك الدستور. اي قلنا هذا الدستور وهذيك الدوله. احنا كحزب نعملوا مسار موازي. احنا كحزب لا، احنا كحزب قلنا دورنا ان نبحث على الطريقه الافضل للوصول الى هذا الوضع الجديد. الطريقه الافضل حسب راينا باش نوصلها بالحوار، مش بالمغالبه، مش بالمناكفه، مش بانه انت تضغط علي من هنا انا نضغط عليك من هنا. هذا يزيد يعقد الوضع ويزيد يأزم الوضع. احنا نريد ان نكون جزء من الحل، ما نحبوش نكون جزء من المشكل. واللي يحب يهرب من حل مشكلة الحكومة ورئيس الحكومة ويصنع أزمات أخرى، احنا باش نبقاو مركزين على أن نحلوا المشكل في الحكومة ومن بعد ننتبهوا للبقية. حوار مطول اليوم معك سي عبد الكريم الهاروني، شكرا على الحضور. إذا تقولوا اليوم الدستور غير كافي، لازمنا النظام الداخلي نتاع النهضة باش نسيروا شؤون البلاد. لا ما قلناش هكايا. أنا باش نشوفوا شنو قلت. لا الدستور كافي. في ثلاثة فصول ولكن داخل لا داخل الدستور ثم أحزاب، والأحزاب يلزمها تقوم بواجبها. هاو احنا كنهضة قمنا بواجبنا حسب رأينا في أن ندعو للمشاورات للوصول للحل. ثم ناس راهو واجبهم في انهم يمشيوا للبرلمان يفتعلوا ازمه ويدعيوا الى سحب الثقه من رئيس البرلمان. هذوما ناس قاعدين عندهم طريقه اخرى في حل الازمه. القانون واضح وهنا باش نرجعوا له، هو الفيصل اكيد.